Iran's nationwide uprisings marked its 139th day on Wednesday. احتفلت الانتفاضة في جميع أنحاء إيران بيومها 139 يوم الأربعاء، حيث خرج الناس من جميع القطاعات الاجتماعية إلى الشوارع للاحتجاج على حكم النظام في المدن في جميع أنحاء البلاد. كما تشير تقارير إلى جو متصاعد من المعارضة والتوتر في مدينة خوي بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة يوم السبت، والذي خلف الكثيرين في حالة دمار وبحاجة إلى مساعدة عاجلة. وبدلا من المساعدة، أرسلت السلطات العديد من الوحدات الأمنية إلى المدينة، بل إنها تهاجم من يطلبون مجرد خيمة أو يحتجون على الظروف القاسية. وفي أورومييه شمال غرب إيران، أخذ الناس زمام الأمور والمبادرة بأنفسهم وبدأوا في جمع المساعدات للمحتاجين في منطقة خوي المجاورة، حيث رفضت السلطات القيام بأي شيء. ووقع انفجار كبير في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء خارج مبنى القضاء في أصفهان بوسط إيران، ويصادف اليوم بداية الاحتفال بمرور 10 أيام على صعود حكم الملالي إذانا بدخول الخميني إيران قبل 10 أيام من الثورة. هذا الانفجار تذكير بكراهية الناس للديكتاتورية الحاكمة. وفي تطورات أخرى، في بهارستان أحرق السكان المحليون الشجعان في أصفهان صور خامنئي، وفي كرمانشاه غطى السكان المحليون جدران المدينة بكتابات تقول حرس الملالي هو قاتل الشعب الإيراني. وفي أبدانان غرب إيران، نزل المتظاهرون إلى الشوارع وأقاموا حواجز على الطرق وهدموا تمثالا لقوة البسيج التابعة لحرس الملالي وهم يهتفون هذا عام الإطاحة بسيد علي خامنئي. واحتشد موظفو بنك بارسيان في طهران خارج البنك المركزي للنظام يوم الأربعاء للاحتجاج والسعي للحصول على إجابات لمطالبهم التي لم يستجب لها مسؤول النظام منذ فترة طويلة. وفي طهران تجمع أفراد عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام يوم الأربعاء خارج مبنى القضاء التابع للنظام احتجاجا على أحكام الإعدام والمطالبة بإجابات من مسؤول النظام. وهذا هو التجمع السادس من نوعه الذي يعقد مؤخرا، حيث سافر أفراد أسر السجناء في جميع أنحاء البلاد عقد هذه التجمعات في 29 يناير و 25 يناير و 22 يناير و 16 من يناير و 14 من يناير في عاصمة البلاد.